تشرفنا اليوم بتلبية الدعوة المقدمة لنا من معهد السياحة والفندقة في نينوى لزيارة المعرض الشخصي للفنانة منى محمد. هذا المعرض الذي تضمن مجموعة من الأعمال الفنية التي أنجزت بتقنية جميلة جدا ورائعة. اليوم حقيقة لاحظنا في هذا المعرض التنوع الجميل في مجموعة من الأشغال اليدوية والرسم على الزجاج وكذلك اللوحات التشكيلية، إضافة إلى أمور أخرى هي تتعلق بإعادة تدوير بعض المخلفات التي من الممكن أن لا تكون مهمة لدى البعض لكنها بالتأكيد مهمة لدى الفنان. هذه التقنية حقيقة أنجزت بحرفية، مع العلم أن الفنانة منى محمد هي حقيقة موهوبة في مجال الفن. ضمن النشاطات التي تقيمها المديرية العامة لتربية محافظة نينوى، اليوم قسم التعليم المهني وبالتعاون مع معهد السياحة والفندقة إقامة المعرض الشخصي للفنانة التشكيلية منى الراجدي. هذا المعرض تضمن عدة لوحات فنية وأعمال يدوية. حقيقة المعرض كان متميز في كل شيء بالتنظيم، إضافة إلى الأعمال التي عرضت في هذا المعرض، وإن شاء الله هذه باكورة أعمال معهد السياحة والفندقة الأولى. ستكون هناك إن شاء الله نشاطات أخرى للمعهد بعد التحاقه بتربية نينوى. حضرنا بدعوة من الرسامة الفنانة منى محمد في قاعة السياحة، حيث أنجزت أعمالا فنية مختلفة المواضيع. في الحقيقة مدينة الموصل بحاجة ماسة إلى رئة تتنفس بعدما أصابها ما أصابها من الجراح الثخينة، وضروري جدا أن تقام هذه المعارض، ونرى أن الجمهور الموصلي قد استجاب بهذه الكثافة لهذا المعرض، لأن طبيعة الشخص الموصلي ذواق للفنون التشكيلية ويتعامل تعامل كبير مع الفن. الحمد لله، هذا معرضي الثاني على هذه قاعة معهد السياحة والفندقة، وأحمد الله وأشكره، يعني الحضور نال إعجاب كثيرين. تضمن المعرض لوحات فنية، مواضيع متنوعة عن حضارة مدينتي، عن الموصل الحدباء، عن مأساة هذه المدينة التي عانت ما عانت، وهناك لوحات يعني وأعمال يدوية بألوانها الجذابة اللي أسعدت الحضور، وهذا ما أفرحني كثيرا. الكل يقول يعني حين دخلنا القاعة يعني غمرنا الفرح، الحمد لله والشكر لله. وطبعا معروضاتي يعني العمل اللي قمت بينه من مواد موجودة، يعني كل مواد رخيصة الثمن، ولكن الشكل الأخير الحمد لله ظهورها بشكل يعني متميز والحمد لله.